الخلايا المصنوعة من الأخشاب تنمو حياة لا تختلف كثيرا عن حياة الإنسان. هنا عرش كبير من النحل يؤسس داخل مستعمراته خلايا سداسية الشكل ليصنع فيها عسل فيه شفاء للناس. قناة الهجار اختارت هذه المرة عالم النحل وتربيته، حيث قمنا بزيارة أحد النحالين بولاية بومرداس. محمد جابري أحد النحالين ببلدية لدموسة، يتوجه كل صباح للمزرعة التي يضع فيها صناديقه للعمل ولتفقد بيوت النحل، مرتديا الزي الخاص بالمنحلة. مشروع بناء محمية العسل بدأ بفكرة بسيطة لمعت في ذهن جابري محمد، فقام على إثرها بتخصيص كامل وقته واختار أحسن المزارع والبساتين وجعل منها بستانا أخضرا مليئا بالزهور ليجمع فيه النحل الرحيق بأطيافه ذات النكهات والألوان المختلفة. محمد اكتسب خبرته من خلال تكوين المهن بأحد المراكز ليتخذ هذه المهنة مصدرا لرزقه. بدينا يعني تربية النحل هذه في سنة 1991. أنا بديت وحدي ماشي يعني ما موروثة ولا حاجة. فكرة من عندي إنها الله نمت بديت هكذا وحدي إلى يومنا هذا، والحمد لله يعني ما أنا في الميدان وأنا هي اللي أشوف الخدمة. هي دائما تجي مصور كي تبدا حاجه بون بالك ما يوفقش العزوج اللي تكون مازال ما قلتلاش كيفاش تاخذ تاعها، بصح هي فوات كنت غير تلقى لها كيفاش الطريقه كيفاش تبدا ابدي تعرف هذا الواحد يبدا يكون ما يعرفش. من بعد درنا الاستاج ديال التربص هذا وخرج ومشيت مع الناحيه اللي في هذاك الوقت كانوا الناس يعرفوا مليح، يعني مشيت معاهم وفتح عليهم الخبره هذه وبديت. ومن بعد مازال اليوم محمية النحل هذه تحتاج إلى رعاية فائقة ومعنوية ومادية، حيث يكون الاهتمام بخلايا النحل وإطعامها ومتابعة مراحل تكوينها على مدار السنة حتى يضمن النحال محصولا وفيرا وجيدا خلال فترة الجني. السيد جابري سيأخذنا في رحلة إلى هذا العالم لنكتشف أسرار ومحن هذه المهنة، والبداية بأول مرحلة في تربية النحل والتي تبدأ في هذه الورشة. هذا الكادر هذا في المرحلة الأولى يكون ما فيهش السلك، هذا نحن نركبوا السلك باش كما غدارة جديد مازال ما استعملش. ومن بعد كي نديرو في النحل وكاع هاديك نديرو الشمعة تاعو، في المرحلة الثانية راح ينزل كيما هكذا، راح يولينا هكذا. ومن بعد كي نديرو في السوق تاع النحلة وكاع هاديك راح النحلة تبني ترجعولنا كيما راك تشوفو هنا في هذه المرحلة الأخيرة تاعو في داخل كيما نقولو داخل كيما نهضرو باش يفهمونا كاع قلنا النحالين. ما راح يولي لنا هكذا كيما يقولوا في المرحله الاخيره. ومن بعد من هنايا هنا اللي راح يدير لنا الحل، يدير لنا البولين حبوب الطير، وراح الملكه هنا اللي راح توضع البيضه تاعها، وهنا اللي راح دير العسل في المرحله الاخيره. بون حنا كيفاش نخدموا في الوقت تما راهم يفهموني الحلو تاعنا تما هنا كنا نديروا الشمعه تاعنا، الشمعه كيما حنا نقولوا الكفر ركبوها هنا. ومن بعد كي نديروها في الصندوق النحل رايح يجبدها ويرجعها كيما هكا كيما راكم تشوفوا هنا في هذه المرحلة تاعها الأخيرة داخل الصندوق تاع النحل، هو النحل هو اللي راح يرجعها كيما هكا هنا. ومن بعد نزيدو هنايا كيفاش نبداو نجيبو المرحلة هذه هنايا نحطو لاخر الكادر تاعنا هنا، راح نديرو سلك. ومن بعد نجيبو الشمعة تاعنا، الشمعة هذه هي الشمعة، هذه اللي راح نركبوها هنا، هذه هي الشمعة تاعنا اللي راح نركبوها هنا، نركبوها هنا
هاي كيفاش راح تخرج، هاي كيفاش تخرج لنا هكذا هكذا باش 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 نسهلوا عمليه النحت باش ما يضاش هو يبني ويزيد. حنا تكون نديروا باش تكون العمل تاعو سهله الخدمه تاعو، باش 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 نسهلوا الطريقه تاع النحت باش 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 يزرب لنا ويركب لنا يبني لنا الشمع كما وريتكم البناء في المرحله هذه. المرحله الاخيره هذه المرحله الاخيره تاعو تكون هكذا، تكون هكذا ومن بعد النحل هو اللي يبنيها ويدير فيها. هنايا هنا كما قلت لكم قبيله وين يكون كاين الحبوب الطالعه ويكون كاين البيض تاع الملكه ويكون كاين الفرق ويكون كاين الحسن. تربية النحل في نظر الجميع عملية بسيطة تتمثل في وضع النحل داخل صناديق، لكن في الواقع يقع العديد من النحالين في الأخطاء. هذه المرحلة باش نسدوا الشمعة هنايا مع الـ مع الـ مع الكادر هذا، هذه هي الطريقة يعني صحيحة باش النحل، خاطر لو كان ما تدخلهاش هنايا لداخل راه رايح النحل ما يبنيها لكش ويعاود يحبط لك واحدة أخرى جديدة كي شغل ما درتلوش هذه. كان بزاف بعض النحالين شغل يتجاهلوا هذا الأمر هذا، يقول لك أنا معليش المهم تكون كاينة، بصح النحل دائما يروح لك دائما لهنا لفوق. يفوت يبني لك دائما يبني لك هنايا من فوق، يفوت يلصق لك الشمعه هنايا مع الكادر ويهود. اذا كانت كاين الفيد هنا راح يبني لك واحده اخرى جديده. فعدم تغذيه النحل بالمحلول السكري في فصل الشتاء يؤدي الى اتلاف وضياع الصندوق، فكيف يتجنب النحال ذلك؟ احنا مازال ما بداش يدير الاسر ولا مازال احنا رانا في الشتاء. المرحلة الأولى لازم تخير بلاصة اللي يكون فيها المرعى مكوفر، خاطر النحل يعرف النحل ماشي نابورت واحد يفد النحل تاعو يديه قال هنا كاين الصرح وكاين الآخر أنا نحط هنا باش يدير العسل. لا لازم النحل، لازم هذه هي الخبرة الأولى اللي تدخل في تربية النحل. لازم تكون كي تلحق أنت للبلاصة دونك راك نحال، تلحق البلاصة تخزر تشوف تعرف باللي هذه البلاصه هذه فيها العسل. تجيب النحل تاعك تحطه في شتا المراحل الاولى تحطه بون نحطوه نديروا له الشمع تاعو جديد نديروا له الشمع، خاطر دائما الملكه عندها لا بوسيبيليتي باش دير البيض في الشمع الجديد، ما ديرلاش الشمع اللي يابس بس المستعمل هذاك اللي يابس ما راحش دير لك فيه العسل. كان بزاف النحل اللي يغلطوا يقول لك انا نحط ندير الشمع الباطي هذا كما يفهم النحل، ناخذ الباطي نديرو من بعد دير لي العسل، هذاك ما ديرلكش العسل. العسل لازم دائما يكون في الشمع اللي يكون جديد دائما، لا ندير البيض تاعها في الشمع اللي يكون جديد، وهذاك البيض اللي يخرج ويولي نحل هذاك هو اللي راح يجيب لك العسل. هذاك هو القوه تاع العسل، هذيك هي كيما يقولوا السكري تاع لاريش، من ثم تبدا نعمات العسل، ماشي كي تجيب صندوق وتحطه هو اللي راح يدير لك العسل. هذاك لا بوبيلاسيون وهذاك البيض وهذاك الخدمه اللي خدمتها نتايا في الربيع هذاك هو اللي راح يدير لك العسل. لازم تكون دائما لازم تكون تعرف، لازم تكون اذا راك مولفه تحط فيها حتى تعرف باللي راح يدير لك العسل تما. اذا ماشي مولفه تحط فيها لازم تكون تعرف، تكون عندك شغل الخبره هذات النحال شغل يحس بها هذيك. اهم الاخطاء اللي يقعوا فيها النحال الجدد يعني شنو هما؟ المكان ما يعرفوش يعني كيفاش يوجهوا النحل تاعهم، كيفاش يحطوه. لازم النحل دائما الصباح تحطوه، خاصه النحالين المبتدئين هذوك لازم النحل تاعك دائما لازم يكون مقابل الشمس الصباح، كي تطل هذيك الاشعه الشمس تاع الصباح هذاك هو النحل اللي يستفاد منها، باش النحل تاعك يكون عنده الوقت باش يجيب الرحيق وباش يجيب البولين باش يجيب كذا. ما تحطوش في بلاصه وفيها الظل، البلاصه اللي فيها الظل بزاف النحل تاعك ما راكش رايح ديفلوبا، ماشي راك رايح يكون عندك نحل في المستقبل مليح. لازم دائما النحل تاعك تحطه في بلاصه اللي ضاويه وبلاصه اللي ما فيهاش الريح، تتفادى الريح وتتفادى البلاصه اللي ما فيهاش اشعه الشمس خاصه مع الصباح. في هذا الصندوق يعيش حوالي 30,000 نحلة، الحياة هنا منتظمة، كل خلية تعرف مهامها بتوجيهات الملكة التي تتربع أسفل الصندوق حيث تبيض وتكاثر جيوش مملكتها. تتوزع المهام على فرق منها من يبني الأقراص لاحتواء العسل وأخرى تحرس المملكة من الخارج، فيما تتجهز فرقة ثالثة ليحين موسم التلقيح.
مع انتهاء فصل الشتاء يبدأ النحل بالعمل، يذهب إلى الزهر ليأخذ لقاحه ويضعه في هذه الخلايا ليحين بعدها موسم القطاف والجني. يقوم النحال بوضع البخاخة التي فيها أوراق من شجر الصنوبر وبخها على الصناديق لتهدئة النحل، ليتم وضع العسل في صناديق ونقلها إلى الورشة من أجل تصفيته وتحضيره للتسويق. الغرفة الفلاحية تاع البلودس دائما كي نكملوا العسل تاعنا تبدا دير لنا في الاخر باش نبداو نديرو في المعارض، باش تقول لك انا ماذا بيا النحال تاع ولاد البلودس يبيع العسل تاعو باش يكون النحال يكون باش نشجعوا هذه المهنه. دونك كي يشوفونا الحق اوت الحق يبغوا يبداو يديروا لنا في المعارض باش بانوا بلي الناس يعني حتى باش نروحوا لنا نسوقوا لنا. الحمد لله هذه حاجه مليحه. بعد كل هذه الخطوات ياتي الدور على وضع العسل في قارورات خاصه للتجهيز والتسويق باسعار متفاوته كل حسب الذوق ونوعيه العسل. كل هذه المجهودات يلخصها النحالون في ضرورة الاهتمام بهذا الجانب الفلاحي وتطويره مع مراعاة الدولة لهذه الثروة، خصوصا ما تعلق بمنح قطع أرضية للنحالين وخلق فضاءات للتسويق. المشكل الأول البلاصة، الإنسان اللي ما عندوش التيرة تاعه وما عندوش وين يحط يعني يكون مريح كي يحط النحل تاعو، ما كاينش اللي راح يقول وقيلا سحقت في البلاصه هذه وقيلا هذه منا وقيلا البلاصه هذه في كيفاش يعني كي يكون عنده البلاصه تاعو المهم هو يخدم 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 اون بليس يخدم زياده. اذا كان راح يخدم 20 كيلو يولي يخدم 30 كيلو، خاطر عليه راه يخدم البلاك روسورس تاعو يخدم ما يتقلق شيء. بصح كي يكون مقلق اليوم راه يخدم بالك يقول بالك انا بالك الشهر الجاي يقول يرفد النحل تاعك، تولي ما انت ما عندكش الكوراج تاع الخدمه، تولي تخدم شغل بطيء. احنا هدرنا في كل مناسبتنا نهضروا على البلاصه تاع النحل، لازم يكون عنده بلاصه. كيما هنايا انا ما عنديش بلاصه، انا نحط راني اليوم هنايا بالك ماشي في محل بالك غدو ان شاء الله يقول لي البلاصه اللي سحقتها باش نحرقها ولا باش نرفد، لازم نخمم على البلاصه حتى تفوت. كي تفوت الخدمة تاع النحل ونخدم وبعد خلاص هذه قسمت النحل تاعي وراني باش نريح شويه، سما شغل العام راني جبته. بصح من قبل نكون دائما شغل خايف نقول بالك يقول لي رفد بالك يقول لي منا بالك. عندنا جمعيه في المدرسه تنظم المعارض، هي اللي تنظم المعارض وترفق النحل. للعسل عدة أنواع وفوائد علاجية جمة لمرضى السرطان وفقر الدم والأمراض الجلدية، كما يعتبر العسل مادة غذائية عالية القيمة به خصائص صحية شريطة أن يستهلك غذاء لا دواء. أنواع العسل على حسب المكان وعلى حسب البلاصة اللي راك راح تحط فيها. نبدا مثلا كما احنا عندنا نقولوا هنايا في انا نقولوا في منطقه وين كاين لي زاغريم هذو تاع القارص والتشينا والاخر، راح تجيب تاع الحمضيات تسمى حاجه باينه تاع الحمضيات ومتعدد الازهار تاع كما نقولوا احنا تاع نوار تاع الربيع. هذاك يبدا في مواد ماي جوا في اواخر جوا النحو. هذا الفوائد تاعو شنو هي؟ الفوائد تاعو لاغريب مليح، لانيمي مليح، هذا مليح، العسل هذا مليح يعني حاجة. ومن بعد يدخل العسل تاع 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 كاليتوس يبدا في أواخر جويي، في أواخر جوا حتى أواخر جويي وبداية أوت، ثم نحو تاع كاليتوس. تاع 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 كاليتوس يجي بني، يجي ماشي كيما تاع ماشي كيما تاع 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 البيت، يجي صفر بعدي. ومن بعد مور تاع كاليتوس يدخل تاع الخريف تاع 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 الفاكهه وتاع الخروب وتاع البلوط وتاع الحوايج، يجي من بعد يجي في الخريف في مدى اكتوبر حتى بدايه نوفمبر. هو من ناحيه الفوائد من احسن عسل هو العسل اللي يكون كما نقولوا هنا، المهم العسل ما يكونش فيه ما يدخلش فيه الماده تاع السكر، ما تعطيش للنحل تاعك ياكل كي يبدا لابيريود تاع نكتار تاع العسل. في لابيريود تاع نكتار تاع العسل هذه يبدا النحل يخدم لك في العسل ويجيب لك العسل، ثم تتفادى الماكله نهائيا، ما تزيدش تعطيه ياكل خلاص باش يجي لعندك جوده تاع عسل صافيه.
وما العسل اللي يجي تاع تشينا ولا تاع كاليتوس ولا تاع 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 الخريف، المهم يكون عسل حر. هذا ما كاينش الفوائد تختلف. هذا يجي باسكو تاع كاليتوس مليح للاغريب ومليح للسعلة مع لوكايتيك، تاع الحمضيات لا لا، تاع فيتامين سي تاع تاع لاغريب تاع لانيمي تاع هذا ما كاينش. ما لا شك فيه أن للعسل فوائد عديدة أثبتت علميا، ولكن ماذا عن العسل المغشوش وكيف تتم معرفة إذا كان أصليا أم لا؟ العسل المغشوش ما تقدرش ما تزيدش تفرق ما تزيدش تفرق، خاصة الواحد اللي ما يعرفش العسل. بون كيما أنايا بون النحالي كاع النحالين اللي يعرف العسل يقدر مثلا بالذوق تاعو يقدر يشم ويقدر خطر عليه، راه مارس العسل بزاف. دوك انا نعرف مثلا العسل تاعي كيفاش نخدمه كيفاش نحيه كيفاش نخرج تاعو، نعرف الذوق تاعو كيفاش داير، نعرف كي واحد يجيب العسل نلقاه مطابق مع نتاعي، نعرف بلي هذا العسل مليح. اذا شفتو خارج على الاخر نعرف بلي العسل ما مغشوش. والعسل ما مغشوش يعني الانسان يعني العسل يتشرى كونفيونس بالمعرفه. هي مهنة تجعل الإنسان يسرح في عالم آخر، طبيعة خضراء تريح الأعصاب والبصر، وأزهار زاهية ألوانها تغري النحل برحيق يعتصر، كلها مظاهر من عظمة الخالق المبدع الذي جعل من أمة النحل مثال يحتذى به في التعاون والنظام. عالم فيه أسرار عجيبة اكتشف الإنسان منها القليل ولا يزال الكثير.